عند النادي الإسماعيلي. أنا كتبت النهاردة على صفحتي قلت إن ما يحدث في النادي الإسماعيلي هو فشل كبير للمهندس إسماعيل عثمان إبراهيم عثمان، فشل لسياسة المهندس إبراهيم عثمان في إدارة ملف كرة القدم. وطبعا تعلمون جيدا مدى تقديري للمعلم عثمان أحمد عثمان وكل أبنائه على الإطلاق، فتقديري لهم لا يمكن أن يزايد عليه أحد، ولكن من حقي أن أنتقد. الإسماعيلي يمر بمرحلة عصيبة، المهندس إبراهيم عثمان من وجهة نظري ومجلسه يتحمل المسؤولية كاملة. أولا مجلس إدارة أنا شايف أنه متعالي جدا على الناس، ومجلس إدارة متعالي على الإعلام، لا حد فيهم عايز يقطع يهلطف من الأجواء مع الناس، ولا حد عايز يكلم الإعلام، ولا حد عايز يحترم الجماهير، ومتعاليين وكأنهم في كوكب آخر. ليه؟ انتوا ضيعتوا من الإسماعيلي الموسم الماضي من وجهة نظري بطولة كانت قاب قوسين أو أدنى من الإسماعيلي، ورفضتم دعم الفريق في الانتقالات الشتوية، وتركتموه في مهب الريح مع أبو طالب العسوي، وفشلت تجربة أبو طالب العسوي وجاء بعدها بسين أو صاد أو لم ألف أو ياء، وفشلت التجربة الجزائرية معكم مثلما فشلت قبل ذلك التونسية. وطول الوقت بتدوروا على التدابير المالية، والفلوس عندكم أهم من النادي الإسماعيلي. لا، إحنا من سوبر ماركت، مش مهندس إبراهيم عثمان أنت مش رئيس سوبر ماركت، أنت مش رئيس سوبر ماركت اسمه الإسماعيلي سوبر ماركت، حضرتك أنت رئيس نادي الإسماعيلي العظيم. الناس طلعت معايا تبكي بالأمس، النهاردة جايالي رسالة من أحد عشاق الإسماعيلي في أسوان بيقول لي أتوسل إليك اتكلم عن الإسماعيلي. امبارح ناس من بنها وناس من إنا وناس من سوهاج وناس من أسيوط وناس من بحري وناس من جبلي، أعيد تنظيم كيان الإسماعيلي لو سمحتوا. حضراتكم أسأتم للنادي الإسماعيلي، ولا خير فينا إن لم نقول كلمة الحق. أنت بسوبر ماركت يا باشمهندس إبراهيم ولا رئيس مجلس إدارة سوبر ماركت، كل همك الخارج والمنصرف والربحية والخسارة، انت وراك جمهور بالملايين لابد ان تراعيه وتعمل له 100,000 حساب لو سمحت. اطلعوا كلموا الاعلام، كفاية تعالي وتكبر. ايه يعني بتتقمصوا دور مين يعني في مصر؟ مش عايزين تكلموا الناس ليه يعني؟ بتعملوا غطس مع كل هزيمة وتسيبوا الناس تضرب دماغها في الحيط ليه؟ هزمتين قبل كده ومرضناش نتكلم، وقلنا نحافظ على الاستقرار، وقلنا نحافظ على النادي، وقلنا ندعم مجلس الإدارة، ولكن أنا الأوان أن نتحدث. الإسماعيلي أكبر من أي حد، ومن يظن أنه أكبر من النادي الإسماعيلي فليرحل أيا كان من اسمه وأيا كان من كينونته. الإسماعيلي عظيم وجماهيره بالملايين في كل أنحاء الوطن العربي، كفاكم كلموا مع الناس. ايه قاعدين نكلم فيكم محدك عايز يرد، ولا احنا عايزين انكم تتكلموا معانا، لكن ردوا على الجماهير. ايه جايب لي محمد وهبة؟ يعني محمد وهبة انت جايبه على اساس تمتص غضب الناس؟ الناس غضبانة من الامس وغضبتهم لن تنتهي الا بخطة قصيرة الاجل وطويلة الامد. الناس عايزة تعرف انت عايز تعمل ايه. اعمل مؤتمر صحفي حضرتك، اتكلم مع الناس. خليني اخد من الكلام ده ما كتبه المحترم الكابتن خالد بيومي منذ دقائق. بشكر جماهير الإسماعيلي من كل قلبي على المطالبة برئاسة النادي، ردي الوحيد استمروا في دعم النادي، أثق في المهندس إبراهيم عثمان حتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء، هو رمز لنا جميعا والرئيس الحالي، وأتمنى أن يسعى إلى تصحيح الوضع وهو قادر لما هو له، ومعه من الخبرة والشخصية التي تجعلنا نقول أنه جدير بالاحترام. وانا بتفق مع الكابتن خالد بيوم، ولكن في نفس الوقت ما ينفعك يا باشمهندس ابراهيم ونحن نقدرك ونعزك ونجلك انك انت تدينا الطرشة، يعني لا احنا قليلين ولا احنا صغيرين، احنا جمهور الاسماعيلي وانا منهم، انا من عشاق الاسماعيلي. حضرتك ما ينفعك ما تكلمناش، ما ينفعك حتى ما تقولش انا اسف،
مع كل هزيمه من الهزيمة احنا بقينا بنتغلب بالثلاثه. هو في كده يا اخي؟ شوف لك حل. انت جايب لنا لعيبه نص لب ما تنفعش تلبس التيشيرت الاصفر. كفايه انا سكوت بقى. انت كده كده ما بتتعاملش مع الاعلام، فما عدناك باين على حاجه. احنا همنا الاول الكيان والجمهور. لا تحافظوا علينا تمشوا.